أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنفيذ 4 حملات تفتيشية في جميع محافظات المملكة. نعم، وذلك لتسفر الحملات عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، من بينها حملة في محافظة العاصمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وحملة أخرى في محافظة المحرق بالتنسيق مع المباحث. كما تم تنفيذ حملة تفتيشية في المحافظة الشمالية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، إلى جانب تنفيذ قطاع الضبط القانوني حملة تفتيشية في المحافظة الجنوبية.